أعزائي المشاهدين، العالم كله مشغول في موضوع الثقب الأسود. أنتوا عارفين الثقب الأسود، ما يحتاج أتكلم عنه زيادة، بس أنا بخبركم عن شيء أو معلومة أنتوا ما تعرفون عن الثقب الأسود. الثقب الأسود ممكن يكون شخص في حياتك، ممكن يكون شيء في حياتك. مثل شو؟ مثل هذا، هذا في حياتي أنا، البوك هذا، نعم الثقب الأسود، أحط فيه فلوس يسحب كل شيء، هاك يسحب الإضاءة، هذا يسحب كل شيء من عندي، ما خلى فلس واحد عندي فاضي. الثقب الأسود يعني كل واحد يدير ماله على الثقب الأسود. خليني أنا أخبرك على الثقب الأسود، بس أنت ترى دايش وايد من وقت. والله إيه عمر، شكرا، تفضل، ضيف عزيز وحبيب علينا، بس هذه وقتي أنا وفقرتي أنا، تفضل. بس فهم العالم، خلينا نخبر، لا تحاتي على الثقب الأسود، بخبر بس غير نظريتك تماما يعني. إيه طبعا غير نظريتك تماما، خذ راحتك، المهم يفهمون بس أهم شيء. كل ما غيرنا بين قنوات التلفزيون أو محطات الراديو أو سافرنا عبر منصات التواصل الاجتماعي من هواتفنا الصغيرة، بهتت تلك الابتسامة اللي علت وجوهنا في كل صباح نمر عليه. نحن نعيش في عالم متصدع، تورقها الفرقة والخلافات أو الاختلافات بشكل ما تنتجه البشرية من صراعات قديمة وحديثة، لكن الإنسانية لها جنود وحراس مخلصين الذين يعملون ليل نهار لخيرها ولسلامتها، والأمثلة من حولنا كثير. فاليوم يضج العالم بظاهرة الثقب الأسود، يعتبر بالنسبة للكثيرين مجرد نظرية غامضة لا تعني في حياته اليومية بشيء. خلونا نقرأ مع بعض ما جاء على لسان العالمين أينشتاين وستيفن هوكينج، اللذان تحدثا عن هذه الظاهرة الفريدة، حيث أنها تقوم على انهيار النجم تحت ثقله فينضغط بقانون الجاذبية ويزداد حتى يصل إلى الكثافة التي يهرب منها حتى الضوء. وغرابة هذا الفكرة جعلت ستيفن هوكينج يقوم بحذفها من كتابه موجز تاريخ الزمن في الطبعة اللاحقة. ومرت السنوات، فكان من الرائع رؤية تضافر جهود أكثر من 100 عالم من 4 قارات مختلفة، مختلفة الثقافات والمعتقدات، ينصبون 8 أجهزة تلسكوب على مدى أيام طوال، يراقبون ويعملون ويبحثون، حيث بفضل جهودهم تمكن كل إنسان على هذا الكوكب من التعرف على واحدة من الحقائق العلمية الأساسية المذهلة، والتي تجاوزت في سبيل الوصول إليها كل الفروقات. ولو تنحت الفيزياء جانباً سنرى حقيقة ما هي اكتشاف الثقب الأسود، لقد رأبت الصدع ووحدت الإنسان. مساكم وطن. أسعد الله مساكم أعزائنا المشاهدين متابعين قناة بينونة، ومساكم وطن جميل تعلمنا فيه ومن خلاله مبادئ الولاء والإخاء والتعاون وحب الخير للجميع أينما كانوا. وفي بداية فقرة ترند اليوم نخبركم رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري، 6 مليارات درهم مساهمة قطاع التشييد والبناء في رصيد الاستثمار الأجنبي بأبوظبي. التخطيط العمراني 300 مشروع في أبوظبي والعين والضفرة ضمن غدا 21. الأنظمة والخدمات الذكية، توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لإنشاء مركز الامتياز السحابي بهدف تسريع عملية التحويل الرقمي لحكومة أبوظبي وتدريب موظفيها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الرقمية. أما الحدث العالمي الأبرز فهو التقاط صورة للثقب الأسود الذي شغل علماء الفيزياء منذ اكتشاف هذه الظاهرة عام 1783. والثقب الأسود واحد من أغرب الأجسام الكونية، ويمكن تعريفه على أن منطقة في الفضاء تكون فيها الجاذبية عالية جدا لدرجة لا يتمكن الضوء من الهروب من تلك الجاذبية التي يتمتع بها الثقب الأسود. وإذا كان الضوء، والذي هو من أسرع المفاهيم العلمية حيث تبلغ سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية، لا يستطيع الهروب من جاذبية الثقوب السوداء، فلا يمكن لأي جسم آخر أن يهرب من تلك الجاذبية فتظهر باللون الأسود. معلومة طريفة أحب أني أختم فيها هذه الفقرة، وهو مثال أعطاه العالم ستيفن هوكينج في كتابه موجز تاريخ الزمن عن الثقب الأسود، وذلك لوصف ظاهرة تحدث للأجسام حينما تمر فوق ثقب أسود، حيث وصفه بأنه يمتد مثل المعكرونة لا يمكن مقاومته أو مقاومتها بسبب الجاذبية الهائلة. فاصل ونعود إليكم مشاهدينا، ومساكم وطن. التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا
ما نتسامح؟ نحن بشر كلنا اخوان، كلنا اخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو اخو والغلطان اخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه الى الصواب، وان سامح الغلطان اذا غلط حتى انه يفهم ان نحن والله ننجده، ما نتركه، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان بيسعفه إنسان بينساه؟ ما ينساه. وأن نسيه صديقة بيقول له ها نسيت هذا الإنسان اللي أسعفك في هذاك الوقت اللي كنت أنت تعبان؟ فلا بد أن يرجع إلى صواب، لا بد أن يرجع إلى صواب. ثقافة التسامح والسلام وقبول الآخر هي ثقافة راسخة في مجتمع الإمارات، ثقافة عزز قيمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فجعلها كشجرة أصلها ثابت وفروعها في السماء يعم خيرها الجميع ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة. فدولة الإمارات كانت السباقة دائما في سن القوانين وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، من إعلان عام 2019 عاما للتسامح إلى استحداث وزارة للتسامح لترسيخ قيم التعددية وقبول الآخر فكريا وثقافيا ودينيا. أعزائنا المشاهدين، ضيفنا اليوم شخصية مميزة وقامة كبيرة حظت باحترام العالم أجمع، من أحد أبناء دولة الإمارات المخلصين وخير سفرائها إلى أهم المحافل والملتقيات العالمية، معالي أحمد بن محمد جروان الشامسي، مؤسس ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعضو المجلس الاتحادي الوطني. حياك الله معنا في بينونة معالي. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك معاليك. يا مرحبا، شرفنا بداية في قناة بينونة. الله يسلمك. يا مرحبا. معاليك، الاسم أكيد أحمد بن جروان الشامسي، أنت من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة وحاصل أيضا على بكالوريوس هندسة الطيران ودبلوم علوم الطيران من فرنسا. معاليك تتكلم فرنسي ولا؟ أتكلم فرنسي. ما شاء الله. جميل. إلى جانب العديد من الشهادات والدورات، من هواياتك تجميع السيارات القديمة الكلاسيكية، عندك هوايات مختلفة من هذا المجال؟ نعم صحيح. جميل. جميل. تقنيات جيدة الحمد لله. تقلت سابقا منصب رئيس البرلمان العربي لدورتين متتاليتين، عملت أيضا في القوات المسلحة كمهندس طيران إلى جانب عملك الدبلوماسي في عدد من سفارات الدولة في العالم. أيضا أنت حاصل على العديد من الأوسمة والشهادات والتكريمات العالمية تقديرا ما شاء الله لإنجازاتك المميزة في مجال التسامح والسلام، ومنها جائزة ألبرت نيلسون إنجازات مسيرة الحياة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سفير للسلام من الاتحاد العالمي للسلام، وسفير النوايا الحسنة من رئيس جمهورية كوسوفو، ووسام سيمون بوليفار من البرلمان الكولومبي. ما شاء الله، يعني نبدأ جدا رائعة. الحمد لله. خلنا نتوقف مع نبدأ بسيطة أيضا عن هذه التكريمات، نرجع مرة ثانية معي. Thank you.
عليك مع كل هذه الأرقام ما شاء الله والأوسمة، شو اللقب أو الوسام الأحب إلى قلبك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في الواقع أتقدم جزيل الشكر والتقدير لقناة بينونة على إتاحة هذه الفرصة المهمة جدا، ولأن نستفيد أيضا من الحوار منكم وأيضا يعني نتشارك جميعا فيما يخدم الوطن وما يخدم منظومة التسامح والسلام بصورة عامة. في الواقع أرفع وسام الواحد أو أحسن وسام الواحد ممكن أن يتكلم عنه بأني من دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطن إماراتي طبعاً. وهذا هو أهم وسام ما أعتقد لي أنا فقط ولكن لكل إماراتي وإماراتية وأيضا أخواننا وشركائنا المقيمين في دولة الإمارات طبعاً. العربية المتحدة طبعاً. بأن نحن تحت هذه المظلة وهذه هذه المساحة المتميزة التي أوجدتها القيادة الرشيدة ويعني روح الشيخ زايد رحمة الله عليه التي ترفرف علينا والتي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى نعيش في أمن وأمان. وظيفة مهام رئيس المجلس العالمي للتسامح هل تطلب أو يتطلب روح قيادية معاليك أو شخصية لازم تكون مؤثرة بثقافتها وتسامحها؟ أشوف هذا سؤال مهم طال عمرك. في الواقع المجلس العالمي للتسامح والسلام هو منظومة دولية معنية برفع قيم التسامح والسلام وزرع قيم التسامح والسلام. إذا كنا سوف نتكلم عن شخصية من يقود هذه المؤسسة أو من أو ما هو ما هي يعني العوامل المطلوب توافرها في هذا الشخص، في تصوري أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وكثير حتى من يعني من شركائنا وزملائنا ممكن أن تكون لهم تتوافر فيهم هذه المواصفات، ولكن نحن نتميز بشيء بأننا أبناء الإمارات أو أن يعني نشأنا في بيئة داعمة وبيئة محفزة وأيضا قيادة تقف، لا أريد أن أقول تقف خلف كل يعني الشخص ولكن تأخذ بيده في الأمام دولة الإمارات دائما وتسحب معها كل من يريد أن يقدم شيء لهذه الدولة. فالمجلس العالمي للتسامح والسلام والمواصفات المطلوبة في مجلس العالمي للتسامح والسلام، أولا الرغبة الجارفة التي يعني الحمد لله متوفرة عندي وعند كثير من الشركاء. هل أيضا أثر العمل العسكري والدبلوماسي على عملك الخيري؟ أنت جيت على الوتر الحساس. في تصوري المنظومة العسكرية أو التربية العسكرية أو الثقافة العسكرية مهمة جدا في تكوين شخصية القيادات الرئيسية بصورة عامة. لا شك أن زملائنا وشركائنا المدنيين أيضا لهم تميز عالي جدا، ولكن المنظومة العسكرية والعقيدة العسكرية ولدت فينا حب المتابعة والنظام والانتظام أيضا و يعني التركيز والانضباط لعمل في كل الأوقات في كل الظروف في كل المساحة التي ممكن أن تتواجد فيها أن تسمح لنفسك أن تدخل في هذه المساحة. فالثقافة العسكرية مهمة جدا والتربية العسكرية كان لها دور كبير جدا، خصوصا إذا كنت أتكلم عني أنا يعني، وكان لها تأثير مهم جدا في نعم. نشكرك على السؤال. طال عمرك بالعودة طال عمرك للمجلس العالمي للتسامح والسلام، شو هو دوره وأهدافه وكيف يساهم في نشر الثقافة التسامح حول العالم؟ نعم. أو نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، ولأن احنا بيني وبينك نشوفها كمهمة صعبة صايرة هالأيام. صحيح. يعني شوف في مرتكزين رئيسيين أو توجهين رئيسيين، التوجه البرلماني والتشريعي الذي يخدم التواصل مع مكونات المجتمع بصورة عامة مع ممثلي الشعوب، لم نتطرق إلى الحكومات أو لم يكن التواصل مع الحكومات لأن الحكومات لها سيستم آخر، ومع الحكومات يعني يكون التعامل مع الحكومات من قبل حكومات بالضبط. ولكن نحن نتكلم مع الشعوب ونتكلم مع ممثلي الشعوب، فهذا هو المرتكز الأول. المرتكز الثاني طال عمرك والأهم الذي يجيب على السؤال هنا بأن الجمعية العمومية تتكون من ثلاث وحدات رئيسية. نعم. الوحدة المنظومة الأولى هي منظمات المجتمع المدني، الجمعيات، المؤسسات، المنظومات، الأندية حتى التي تعمل في مجال التسامح والسلام، ونحن طال عمرك رصدنا أكثر من 3000 جمعية أو مؤسسة أو منظومة
تعمل في مجال التسامح والسلام على 3000 على مستوى العالم على مستوى العالم. نعم فكثير ولكن تختلف المستويات. هذه المنظومة الأولى. المنظومة الثانية طال عمرك هي الجامعات ومراكز البحوث، والمنظومة الثالثة الشخصيات المستقلة. نعم. فإجابة على سؤال كيف المجلس العالمي سوف يعمل أو كيف يعمل على نشر هذه القيم أو هذه الثقافة في المجتمعات من خلال هذه البوابتين الرئيسيتين. يعني هل التسامح يدرس؟ لأن أنت ذكرت جامعات وأمور قبل شوي، ولا هو أسلوب حياة نقدر نقول؟ بالضبط. أنا دائما أقول طال عمرك بأن التسامح هو أسلوب حياة، وهذا الكلام الصحيح. بما يخص الكيفية، نعم هنا هذا علم، والعلم لابد أن يدرس ولابد أن يكون لمتخصصين لتصميمه. ولكن ما هو عناصر هذا العلم عليك؟ العناصر المرتكزة يعني تجاه هذا العلم هذا؟ نعم، أولا ثقافة التسامح والسلام والتدريس ثقافة، هناك ناس متخصصين. نحن قد لا نكون متخصصين في تصميم المنهج الدراسي، لأن المناهج الدراسية لها يعني متخصصين ولها أهلها بالتصميم. ولكن نحن بالنسبة لنا هناك كثير من المعطيات الرئيسية التي لابد أن تتوافر في هذه المناهج، مثل طال عمرك مثل ما تفضلت أن التسامح هو أسلوب حياة. التسامح ليس بالضرورة أن يكون أن نتنازل عن الحقوق أو يعني نغض الطرف عن أخطاء. والتسامح ليس لا يكون أيضا في كل الأوقات مطلوب، مثلا مع مجرم أو مع قاتل أو عدو. صحيح. ما تقدر تقول أنا والله متسامح مع قاتل يلا مش لا. صحيح. فلذلك هذه القيم وهذه المعطيات الرئيسية التي لابد أن تتوفر في هذا المنهج الدراسي. بالضبط. بأن يعني يوضع في رأس أو في فكر من يتقدم لهذا البرنامج هذا الأسلوب من التعامل والتدريس. جميل جدا طال عمرك. بعد الأحداث الأليمة اللي صارت في نيوزيلند، طبعا شيء يعني الواحد يأسف أن شيء نفس هذا يصير في نيوزيلند أو في أي دولة في العالم. قمتم طال عمرك بزيارة نيوزيلند. نعم. شو كانت كطبعا ممثل للدولة، فشو أهداف أو الرسالة اللي كانت في الواقع؟ أشكرك طال عمرك. في الواقع كانت هي زيارة مكوكية سريعة جدا، ولكن كان الهدف منها تكريم الشعب النيوزيلندي وأيضا رئيسة الوزراء النيوزيلندي على الدور المتميز الذي قامت به، والتي أيضا ساعد دور الشعب النيوزيلندي والشعب ودور رئيسة الوزراء في تسليط الضوء على سماحة الدين الإسلامي، على حقوق الناس في أن تكون أن يكون للناس حرية في العبادات والمشاعر، وبالإضافة إلى أن الجريمة التي حدثت جريمة مروعة. فنحن وجدنا نفسنا مطالبين بأن نكون بجانب الناس الذين هم متفقين معنا في الفكر ومتفقين معنا في التوجه. حتى طال عمرك أثناء زيارتنا لهم طلبوا بأن يكون هناك مؤتمر تتبناها الحكومة النيوزيلندية بالشراكة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، لأن يكون مؤتمر دولي يعنى بتسليط الضوء على هذه الحادثة. نحن في الواقع يعني اتفقت إدارة أو رئاسة المجلس على أن نقدم وسام للشعب النيوزيلندي بصورة عامة من خلال رئيس البرلمان النيوزيلندي، وأيضا وسام لرئيسة الوزراء على الدور الذي قامت به والحشد الدولي والعالمي، خصوصا الحشد الإعلامي، ودوركم أيضا مشكور في تسليط الضوء على هذا الجانب. فتم تكريم رئيسة الوزراء بهذا المجال. لديهم خبر أن نحن اليوم نعيش عام التسامح؟ نعم طال عمرك، هذا أشكرك على هذا السؤال. في الواقع هم من أول ما زرناهم كنا نحمل صور الشيخ زايد وصور يعني وسام الشعار التسامح عندهم علم، خصوصا يعني سعادة السفير صالح السويدي ما قصر وقام بدور متميز في نشر توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح والسلام. وكان الشعب يعني يعلم أن الإمارات
تنهج هذا النهج بصورة عامة. طبعاً. طال عمرك شو اللي تشوفه برأيك العوامل اللي ممكن توقف خطاب الكراهية ودحر الخطابات اللي هي تحد على العنصرية أو الأفكار اللي دوم تمنع أو تكون مضادة تماماً للسلام؟ صحيح. طال عمرك هناك عوامل رئيسية تنتهجها القيادات وتنتهجها الجهات المؤثرة، ونريد أن نسلط الضوء على الدور الذي قام به سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه في رعاية وفي دعوة قطبين رئيسيين، زيارة البابا فرانسيس اللي كانت مؤخرا في دولة الإمارات وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ دكتور أحمد الطيب لتوقيع مذكرة الأخوة واتفاق الأخوة العالمية. هذه تعطي رسائل للعالم بأن هناك فئات من المجتمع الدولي والمجتمع المدني والمسؤولين بأعلى مستوياتهم منخرطين في دعم التسامح والسلام. صحيح. والتضامن والعمل المشترك والود، وأن نكون فريق عمل واحد من خلال الدور الذي تقوم بالقيادات الرئيسية والإعلام المتميز الذي تقوم به أنت وشركائنا. لابد أن يسمع القاصي والداني أن هناك دعوة ورغبة ومبادرات يعني من كل المكونات المجتمع وكل الرسالات التي نزلت من السماء. برأيك هل نحتاج قواعد القانون الدولي إلى بعض التعديلات لتفعيل ثقافة التسامح والسلام، أم أن هذه الثقافة تبدأ من البيت من الصغر؟ معالي مهم جدا. نحن طال عمرك في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وقلنا عن المنظومتين. البرلمان يضم 5 لجان رئيسية، اللجنة الأولى لجنة زرع السلام، واللجنة الثانية لجنة المرأة والشباب، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة التنمية المستدامة، واللجنة الرئيسية لجنة الشؤون القانونية التي في نظامنا الأساسي لجنة الشؤون القانونية تشارك الأمم المتحدة التي نحن لدينا اتفاقيات معهم لتعديل النظم والقوانين الدولية الداعية والداعمة لترسيخ قيم التسامح والسلام. جميل. وأيضا لنشر قيم التسامح والسلام في المنظومة التعليمية وفي المنظومة حتى في الدول. لابد لك من تشريعات، ومن يقوم بهذه التشريعات هم البرلمانيين. فهذا البرلمان من خلال إيجاد هذه اللجنة وجدنا المخرج للتواصل مع الأمم المتحدة لدراسة أن أنجع القوانين وأسهلها وأبسطها التي تؤسس. نحن لن نستطيع اليوم أن نغير في الناس، ولكن أن نؤسس وكقاعدة راسخة وقوي يقف عليها أبنائنا وأبنائكم لأن يكملوا المسيرة. فنحن عملنا القواعد الرئيسية وعملنا العلاقات الرئيسية المتينة التي وجدنا فيها إجابة لمثل هذه الأسئلة. بنسمع الفيديو مع بعض ونتكلم أكثر عن موضوع البرلمان الدولي. بدأنا عقد شراكات مع الأمم المتحدة ومالطا ودول وبرلمانات ومنظمات دولية ومؤسسات دينية عالمية كبرى، ولعل من أهم النقاط الاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس هي دور البرلمانيين حول العالم من أجل نشر قيم التسامح والسلام. ولهذا الهدف أنشأنا البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وهو أحد الأجهزة المجلس الرئيسية، إيماناً منا بأهمية وحتمية دور البرلمانيين حول العالم في نشر قيم التسامح والسلام، والعمل على سن القوانين والتشريعات التي تساهم في زرع التسامح لحصد السلام العالمي. طال عمرك نفس ما ذكرت عنك في أول حلقة، أطلقتم قبل فترة البرلمان الدولي للتسامح والسلام. كم بلغ عدد البرلمانات اللي يتضمنها هذا البرلمان؟ نعم، أشكرك طال عمرك. في الجلسة الأولى التي عقدت في مقر البرلمان المالطي، والتي تعتبر مالطا هي دولة المقر للمجلس العالمي للتسامح والسلام، بدأنا ب 38 دولة. الجلسة الثانية عقدت في ألبانيا طال عمرك ب 52 دولة، والآن لدينا الجلسة القادمة قد تكون في برلين إن شاء الله، وهناك إضافة زيادة. نعم طال عمرك. شو أدوار وأهداف البرلمان أسماء تفضل؟ نعم طال عمرك، المنظومة البرلمانية على أولا لابد أن يكون عضو البرلمان برلماني حالي أو برلماني فعلي في بلده،
ما معنى؟ بإمام أن يكون من المجلس ممثل للشعب. للشعب. جميل. ولا يكون برلماني سابق أو أي شخصية يعني ممثل للشعب تماما. لا ما في تدخل الحكومات أبدا. لابد أن يكون عضو برلماني، عضو في برلمان بلده. نعم. لأن ليحصل على عضوية البرلمان الدولي. جميل. وهذه البوابة التي تدعم الجمعية العمومية وتدعم توجهات المجلس من خلال سن التشريعات، ومن خلال يعني التواصل إلى أو التواصل والوصول إلى أكبر شريحة من العالم لنشر ثقافة إيجابية. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله للإعلام دور مهم في نشر ثقافة التسامح والاحترام والتعايش. أنتم كمنظومة عالمية للتسامح معالي، كيف تقيمون دور الإعلام اليوم في نشر ثقافة التسامح والسلام، وما هو المطلوب من وسائل الإعلام بشكل عام كي تؤدي رسالتها في هذا الجانب؟ هل الإعلام يقصر أو يشوه الحقيقة نوعا ما؟ طال عمرك سؤال مهم جدا، ويعني أنت وضعت بالسؤال هذا يدك على 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 المكان الرئيسي الذي نريد أن نركز عليه. المجلس العالمي للتسامح والسلام من 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 التوجهات الرئيسية التي يعتمدها أيضا اتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأكاديمي والاتجاه الإعلامي. جميل. كل عمل وكل نجاح وكل مبادرة متميزة إن لم يكن خلفها إعلام ناجح لن تظهر إلى النور. نعم. ولن تصل الى الحد المطلوب او المرغوب فيه. فللاعلام دور متميز جدا، خصوصا الاعلام الشريف، الاعلام الصالح الذي المسؤول ايضا المسؤول الذي ينظر الى المستقبل. فنحن طال عمرك لدينا منظومة إعلامية في المجلس العالمي للتسامح والسلام، ونحن حذرين جدا خصوصا في الاعلام عن الانخراط خلف مسارات قد لا تقود إلى المكان المطلوب. فنحن الإعلام يعني خصوصا وما زلنا في مرحلة التأسيس، وما زلنا في مرحلة الانتشار، لا أريد أن أقول الحذر، ولكن الانتشار المحسوب. نعم. مع من نتقابل ومن يتكلم في موقعنا الإلكتروني. نعم. ومن مع من نتحاور. فهناك جهات رئيسية، لأن صادفنا في الواقع من هم يريدوا أن نقع في مطبات، خصوصا عن كيفية انتخاب الدول وكيفية الموافقات على الدول، ونحن نعرف ما خلف هذه الأسئلة. ولكن الإعلام المسؤول هو إعلام يعني يستحق أن نشيد به، وأن نحن نتطلع ونبحث عنه في الواقع. طال عمرك تأسس المجلس في عام 2017. 2017. وطبعاً العام هذا عام التسامح 2019. نعم. فشو رأيك في هذه النظرة؟ يعني في الواقع نحن بيننا كإماراتيين في هذا المجال في المجلس العالمي للتسامح والسلام، وشركائنا أيضا الذين يحبون دولة الإمارات وهم كثر. يعني الجميع يقول هذا يعني نتاج أن يعني الإمارات دعمت أو دعمت مجلسنا بأن سخرت عام كامل للتسامح والسلام. طبعاً. نحن في دولة الإمارات الحمد لله حظينا بدعم وتربية، حظينا بمحافظة علينا في العلم في العمل في، فكانت هناك مقومات رئيسية وصلت، حظينا أيضا بقيادات فعلا. نعم فنحن كل هذه العوامل أوجدت من أبناء الإمارات نجوم في كل مكان. طبعا صحيح. حتى شركائنا الأخوان الوافدين الذين يعيشون معنا في دولة الإمارات حبهم للإمارات قد يفوق حبنا، وهذا ليس عيب في ذلك، لأن نحن كنا أسرة كبيرة. نعم. طبعا. صحيح. كنا صحيح. أسرة عيال زايد، كنا مقيمين ولا مواطنين أو أجانب. أنا حتى سمعت يعني من كثير من إخواننا اللي قالوا نحن يعني ولائنا لدولة الإمارات ولقيادتها قد يفوق ولائنا لي. نعم صحيح. كنا طال عمرك نجوم. الحمد لله العالم. الحمد لله رب العالمين والسلام. قبل لا أذهب للإنجازات أو إنجازات المجلس، في ذهني يدور سؤال بأمانة، هل نحن اليوم كشعب إماراتي متفهم مصطلح التسامح بحقيقة يعني، ولا نحن قاعدين نسمع مصطلح التسامح ومش متماشى مع الناس؟ متماشي. هذا السؤال مهم جدا طال عمرك. هذا السؤال مهم. أولا السؤال هذا له إجابة من شقين. الشق الأول، نحن في دولة الإمارات أصلا عايشين التسامح.
جميل. فلذلك هذا ليس بشيء حدث غريب علينا ونقلة مختلفة لابد أن نؤسس لها ولابد أن نتهيأ لها. نحن عايشين أصلا ده يعني عملية تسليط ضوء فقط بالضبط خصوصا من خلال ممارساتنا اليومية من خلال أيضا توجهات دولتنا. نحن عندنا دول لسنا معها في وفاق تام أوكي ولكن ما زلنا نقدم لها الدعم. نعم وفي في 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 الكوارث تجد دولة الإمارات فهذا شيء عايش فينا من أيام المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه الجنة. مبدأ إنساني أكثر. فنحن الشق الأول مثل ما قلت لك طال عمرك بأن نحن أصلاً التسامح عايشين فيه وتربينا على أهالينا شوابنا يعني حتى يعني يمكن أشياء أنتم ما تذكرونها في السابق لما كانوا عندنا مستشفيات أمريكية ومسيحيين ويعني ويولدوا ويقرأوا الإنجيل بعد ما يخلصوا قالوا الحريم لا إله إلا محمد رسول الله. فيعني العملية موجودة فينا كقبول كقبول وك أنا ما عيش تعايش أقول كلمة تعايش لأن قد لي فكر فيها ولكن هذا الود وهذه اللحمة التي نحن نعيشها مع بعض. هذا الشق الأول. الشق الثاني دولة الإمارات أبناء دولة الإمارات نعم تلقوا المبادرة مبادرة عام التسامح بعد مبادرة عام زايد التي تعتبر مكملة لتوجه فكر الشيخ زايد ويسبقها أذكر عام الخير أيضا عام الخير هو مكمل كذلك كلها أمور مكملة. وأبناء الإمارات يعني الجميع في الواقع سارع في دعم هذا التوجه صحيح. لأن التوجه من قيادة وتوجه من خلال ثقة الشعب بالقيادة واللحمة الرئيسية التي نحن دائما نفتخر بها والتي يعني يشار لنا من الخارج وخصوصا من الاسم دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه إمارات متحدة ودولة واحدة انتهى الموضوع. فنحن طال عمرك أبناء الإمارات اللي شاركوا الدولة والجميع أصبح يتبنى تسمع حتى ذكرت طال عمرك عن هواية السيارات الكلاسيكية حتى أندية السيارات الكلاسيكية والمواطنين يتبنون مبادرة مسيرة التسامح والسلام حتى في سياراتهم. فمثل ما قلنا التسامح هو أسلوب حياة ليس التسامح أن أصفح عنك وأقول يلا ما عليش وغيره هذا قد يكون شيء إيجابي أنا أتقبلك مهما كان هذا شيء إيجابي ولكن أسلوب الحياة في تعاملك مع بيتك مع مرؤوسيك مع عملك مع ابتسامتك في كل مكان رجل متسامح رجل قوي طبعاً. دائما المتسامح هو الأقوى دائما المتسامح هو يعني التسامح ليس بالضعف وليس بالوهن يعني جميل. طال عمرك بالعودة إلى المجلس أنت راضي طال عمرك على إنجازاته في الفترة اللي طافت هذه وشو هي أبرز الإنجازات اللي قام بها المجلس في خلال الفترة اللي فاتت؟ نحن دائما طال عمرك نتطلع إلى الأحسن ومات على يعني ما تعلمنا ويا منكم من شوابنا ومن لكن بأن ما نوقف عند حد نقول والله إحنا الحمد لله وصلنا هذه رؤية حكومتنا بعد الحمد لله رب العالمين. نحن الشيء الإيجابي طال عمرك بأن كل دولة نقدم ونتواصل معها ونرى فيها مقومات التسامح والسلام ونرغب في استقطابها وتعاونها نجد منها القبول مباشرة. فالمجلس طال عمرك يعتبر كمنتدى كثينك تانك كمركز فكر يجمع الثقافات المختلفة الرسائل المختلفة يجمع كثير من الناس لأن يعيشوا مع بعض الحلول ويعيشوا يعني تجاربهم التجارب التي مروا بها. طبعا 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 جميل. أنا عندي سؤال طال عمرك في خاطري بصراحة ذكرت شيء جميل أول ما بديت الحوار قلت أن التسامح هي أسلوب حياة يعني في أسلوب حياتنا لازم في نسبة معينة للضاد للشيء المخالف عدم التسامح. في نظرك متى نستخدم عدم التسامح؟ سؤال مهم جدا طال عمرك وأشكرك على طرح هذا السؤال. في الواقع من خلال اتباعنا إلى النظم القانونية والشرائع وأسلوب الحياة المتبع بالصورة عامة يضعنا في التزام لنكون متسامحين صحيح. في كثير من الأمور
وأن نكون حازمين في 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 كثير من القضايا. نعم نكون متسامحين في أسلوبنا في الحياة، حتى في النقاش، في معاملاتنا التجارية، في معاملاتنا الاجتماعية، في التواصل، في كثير من الأمور. هناك من جزء من غض الطرف مثل ما يقول. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قال يعني رحمه الله المسلم أن سمحا في إذا باع وسمحا إذا اشترى. ففي حياتنا موجود ديننا منهج. هذا المنهج منهج طبعا. ولكن هناك أمور لابد أن نقف عندها، ولا بد أن يكون فيها التسامح، في مثلا نشر المخدرات، في من يريد أن يضلل بأطفالنا، في من يريد أن والوطن. نعم. وفي ختام هذا اللقاء تغطية لافتتاح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لمتحف زايد غاندي الرقمي الذي ينظم أو نظم في منارة السعديات بالتعاون مع متحف غاندي الرقمي في نيودلهي، احتفاء بالقيم الإنسانية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ويحتفي المتحف بهاتين القامتين اللتين تعدان رمزا للحكمة والعطاء والتسامح. نشاهد معا. نحن هنا اليوم في معرض زايد غاندي الرقمي، هذا المعرض بالشراكة مع السفارة الهندية وأيضا متحف غاندي الرقمي في جمهورية الهند. أهمية هذا المعرض هو أنه معرض يبين أوجه التشابه في النمط القيادي للمغفور للشيخ زايد ومهاتما غاندي. كلاهما عاشا في مناطق مختلفة تماما وفي أوقات مختلفة تماما، ولكن نحن هذا العام، هذا عام التسامح، كيف ننظر إلى أوجه التشابه في الإنسانية، في السلام، في العطاء، في أيضا طريقتهم في أنهم اهتموا بالعنصر البشري. المعرض هناك الكثير من أيضا المناطق التفاعلية التي تساعد الجمهور أنهم يشاركونا بآرائهم في التسامح، في القيادة، وأيضا معرفة أسلوب قيادة المغفور له الشيخ زايد ومهاتما غاندي. It's a lovely exhibition which speaks the language of technology, and the language of technology is the language for today. We're really looking forward for this interaction in this exhibition with the youth of UAE. So I don't want to give away too much of what you're going to experience over here, but you will experience technologies in augmented reality. You will see very advanced touch screens. You will be able to see building mapping. There's a lovely sound installation over here, and I think every person should come down over here and not treat this as a visit to just an exhibition, but more to treat it as a starting point for your own life of how you can change with their qualities. حاليا نحن في سلطة العطاء، سلطة الجناح، سلطة العطاء اللي هي تتكلم عن كيف الشيخ زايد الله يرحمه ومهاتما غاندي استخدموا سلطة العطاء، سلطة يعني ما السلطة دائما تكون في الأمور الجبرية، بس هم استخدموا الأسلوب اللين والأسلوب الكلمة الطيبة وفي الأسلوب التلاحم المجتمعي في الزيارات، في قعداتهم، في كيف أنهم يوصلون رسالتهم للجمهور أو الفكرة اللي هم كانوا حابين أنهم يوصلونها. معالي أحمد بن محمد جروان الشامسي، شرفنا طال عمرك اليوم في هذا الحديث الشيق عن التسامح، عن قيم التسامح والقيم العالية والفائقة والجميلة هذه. الكلمة الأخيرة في العادة في برنامج مساكم وطن، الضيف هو اللي يختم، وانت طال عمرك في مكان معين بتوقف فيه في المنصة إن شاء الله. أولا أنا أشكركم شكر خاص أخي عيسى وأخي محمد على إتاحة الفرصة المهمة، وفعلا أنا استفدت منكم كثير وتعلمت كثير، وأنتم نموذج للشباب الذي تفخر به دولة. الله يجزاك الخير وتفضل طال عمرك على المكان. مشكور.
مشاهدينا، ستبقى ثقافة التسامح والسلام وكل ما يدعو إلى السعادة والإخاء هو العنوان للقيم العليا في مجتمع دولة الإمارات، وسوف يبقى نهج زايد الخير هو المعين الذي لا ينضب والنبراس الذي تهتدي به الأجيال لمستقبل أكثر إشراقا ومجتمعا تسوده المحبة والوئام والسلام. فاصل ونعود مع ضيف جديد وطريف لهذه الحلقة، ابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، ضيفنا الثاني لليوم من الناشطين جدا على شبكة التواصل الاجتماعي، لديه أكثر من 70,000 متابع، وهو ممثل مخرج ناقد ولكن على طريقته الخاصة. أهلا وسهلا فيك أخ عمران. بداية مرحب. عفوا أخ عمار. من أولها عمار، أنا آسف جدا. من أولها. أشوفك زعلت. طبعا. ليش؟ أنت تدري أن أنا ما أحب حد يذكرني إلا باسمي. صح. زين، شو رايك تشوف هذا الفيديو ونرجع ورا؟ يلا شوف هذا الفيديو. يلا. انا اخس شيء عندي حد يغلط في اسمي، يعني بدل ما يقول لي عمار يقول لي عمران. وين عمار وين عمران؟ مع احترامي لاسم عمران، بس يا اخي انا اسمي مو عمران. شهرين ويا انا، شهرين عايش وياه، الحبيب يقول لي فجأة أجي أسلم عليه، السلام عليكم فلان شحالك، هلا يا عمران. عمار يا حبيبي عمار. السلام عليك أبو أحمد. هلا عمران. اسمي عمار يا حبيبي عمار. سوري سوري عامر عامر. عمار عمار يا عمار. خلاص عمار عمران عامر كل واحد. لا مو بكل واحد، مو بكل واحد والله. عمران. جد يعني ذكرتني في هذا الفيديو، لذلك أنا استخدمت اسم عمران في بداية حديثنا يعني وتعريف عنك، مع أنت كوميدي في النهاية والمفروض ما تعصب من هذا الشيء، صحيح؟ مفروض، بس الواقع شيء ثاني. ليش تزعل يعني لما حد يناديك؟ أحب اسمي، اسم مختلف. ونحن كذلك أحمد. لا طبعا احمد عن عيسى وايد فرق، يعني شفت كيف يعني شيء مقرب. ترى عمار عمران وايد بعيد عن بعض، كم حرف بينه وفرق يعني. عمار خلني اكون كلاسيكي معاك واقول لك انا احب كيف بديت. جميل، تحب الكلاسيكي. كلاسيكي قوي. زين، كيف بدأت او كيف ابتديت مشوارك في السوشيال ميديا، وهل الصدفه لعبت دور معك ولا؟ اول شيء بدينا في فريق عمل في السوشيال ميديا، كنا مسوين فريق ونشتغل على سكتشات مع بعض، فما كان الموضوع الصدفة، كان مدروس في البداية. لكن بعدين لما أنا طلعت من الفريق هذا وتميت استقليت في نفسي يعني بحالي، فطلعت في فيديوهات وكنت أصور أسولف مع اللي وياي على أساس أنهم ربعي، بس شوي شوي بدأوا يخبرون بعض ويعطون يتناقلون اليوزر مالي، وصارت صار الانتشار يعني. ما شاء الله 70,000 متابع حاليا عندك. ما شاء الله جميل. تعرف نفسك على انستغرام كالآتي: إنسان إماراتي كوميديان فنان صوتي ومقدم برامج على الراديو. ليش بديت كلمة إنسان عمار؟ عشان يوم تدخل حسابي إذا شفت مني زلة تعذرني، لأن أنا إنسان. جميل. فممكن أني أخطأ. عندك أكثر ما شاء الله من 70,000 متابع على إنستغرام، بس ما طرينا أنا وأخوي زميلي محمد. أصبحت مشهورا، ما ياك شوي غرور يعني، شوي كبرياء يعني؟ صراحة ثقة بس مش كبرياء، أعوذ بالله. يعني تروح أماكن طبعا عامة، تتواصل مع الناس، تشوف أكيد يعني شهرتك في وجوههم من ناحية التصوير وإلى آخره يعني، فشو ما تشوف نفسك يعني اختريت مختار شوي؟ أبد والله، الله لا يخليني أختار بعمري والله العظيم. أنا دائما أطلب من الله أنه لا يبليني بالغرور، لأن الغرور يطيحك. عمر، في فيديوهاتك أو في حتى ما شاء الله أنت بعد نعرف أنك أنت مذيع في إحدى إذاعات الدولة، منو الجمهور اللي أنت تستهدفه في مواضيعك، في أفكارك أو في آرائك؟ الشباب. بس فئة الشباب؟ إيه أكثر شيء الشباب. أنت إذا بتشتغل، شوف في بعض من الناس حتى بعض المشاهير يعني ما تبدأ أنت مثلا من 77 وطالع أعمار؟ نعم. 77 ليش؟ حرام عليك. من وين أتكلم؟
حرام عليك. في شو أتكلم وياهم؟ يعني مو من السبعة ل 77؟ لا 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 حرام عليك لا. ليش أسولف وياهم بعد جو؟ أزقي الماي، كنت أزقي الماي في البيت متقاعد. بند الليتات، أنت يجب أن تغلق الليتات بهذه الطريقة. لا زين زين، يعني من 7 ل 77 يعني الشيبة مو بلازم يعني يضحك، ما عليه على العين والرأس. وأنا خصوصاً أنا أعرف أن أنت عندك جمهور كثيرة من أدري. لا لا كبار المواطنين يعني. أنا صح هذا صح، وشرف لي ومسؤولية في نفس الوقت. يعني كثير من المتابعين يقول لي والله يعني الشباب من سناي يقول لي أنا أمي وأبوي يتابعونك. شوف هذه كم تسوى عندي، هاي مسؤولية طبعاً. عمار من هو مثلك الأعلى في الكوميديا بصراحة؟ أكيد محمد طبعاً. طبعاً أنت ليش قلت له؟ في الكوميديا يعني كذا شخص كوميدي أنا وايد أقلدهم، أحاول أن يعني متأثر فيهم. خلنا نقول أولهم جيم كاري. جيم كاري، جيم كاري. جميل. أولهم العالم العربي. طيب في الوطن العربي الفنان عادل إمام والفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا. جميل الله يرحمه. الكوميدي بالنسبة لعمار، هل رسالته للضحك فقط أم يحمل رسالة من وراء الكوميديا؟ يحمل رسالة أكيد أكيد، ولكن بالدرجة الأولى الضحك. يعني أنا بالنسبة لي في فيديوهات تكون فيها رسالة اجتماعية إنسانية أو غيرها، وفي فيديوهات تكون يعني الهدف منها فقط أنك تضحك. نعم. الكوميديا الحقيقية شو؟ موقف. الحقيقية موقف. نعم. المواقف هذه أنا أصور لك إياها بطريقة أو أطرح لك إياها بطريقتي على أساس أن أنت تضحك. أبذل مجهود أن أنا أخليها يعني لازم تكون تضحك، يعني لازم تشوفها تضحك. جميل. قد ما أقدر. لفت نظرية فيديو عندك موجود على إنستغرام، خلنا نشوفه ونبدأ مرة ثانية. مو بواجبي أني أرضيك باللي أنا أسويه، بس واجبي أني أحترمك وأحترم وجهة نظرك ورأيك. ومو بواجبك أنك تحبني أو أعجبك، بس غصبا عنك لازم تحترمني. لازم نعيش بسلام متعايشين. فيديو جميل وله معنى حلو، بس عندي سؤال عمار. لازم تصارخ عشان توصل الهدف؟ هي رسالتها جميلة انه لازم يعني يقيم التسامح طبعا، ان احنا نتفاهم بالضبط، بس لازم تصرخ يعني. زين هني الاستاذ ما تفهم يعني، لا في ناس ما تفهم صراحة يعني. ما تفهم الا بالزعيق. بس طبعا هاي قساوة تعتبر يعني. لا لا هو فن. انت ماخذينها من اطار الكوميديا. هي من باب الكوميديا يعني، ان انا بطرح الموضوع بطريقة ان انت ضحكت صح يوم شفت الفيديو، ضحكت على الفيديو طبعا، وصلت رسالتي. انا عملت له رتويت بالضبط. المهم انه وصلت رسالتي، انت ضحكت عليك. جميل. ففهمت ان انا شو قصدي من وراء. انا مو بقصدي ان انا اصارخ على حد ولا شيء، بس انا اتوقع ان هذا الفيديو ما طلع مني وعلى الفاضي. لا لا لا، في وراء قصص. وراء قصص وايد. زين، ايضا في فيديو اخر خلينا نشوفه مع بعض ونرجع مره ثانيه نتكلم عنه. كان انا كنت شاب علي بعد كان متيسين، كنا يدام باب مدكان يدام كلهم. قلت لا سوتي ليش مسوي عمرك انت مشكل جي طرازق يا بوي، انا مو براي مشاكل، انا متفوق دراسه طالع اول في المناذل طرازق يا بوي. ما برد عليك رياح ما تحرك جبال، مزاجي رايق وجوي عال العال. انت يا ريال مسم بولي مسم بولي. عمار انا 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 اعرف عبقريتك في عمليه تقليد الشخصيات نفس ما شفنا في الفيديو هذا. متابعينك طبعا انا من سنين يعني، من يوم ما بديت باكثر من شخصيه، وخصوصا انت وايد تقلد لهجات، تتقن لغات اخرى طبعا، او تمثل كانك تتقن لغه. ما تخاف ان يتهمونك بالعنصريه في هالموضوع؟ لا لا ابد. يعني اذا حد بيفكر ان انا بيتهمني بالعنصريه فهذا هو في داخله شيء، أنا متأكد يعني. ليش؟ لأن
إذا أنا أقلد لهجتك ليش ما تأخذها من باب أن أنا حبا في لهجتك أقلدك، أقلدك يوم تتكلم، أقلد شخصيتك حبا فيك، ترى ما بنا يعني ما بقصدي شيء، لو ما كنت أنت مؤثر فيني صح. أو تمثل في شيء أو حركت فيني شيء كان ما انتبهت لك أنا أصلا صحيح. لكن لأن منتبه عليك معناها حركت في داخلي شيء، أثرت فيني بلهجتك، حبيت لهجتك، حاولت أني أقلدك بس لا أكثر طبعا. وإلا أنا حتى الشخصيات اللي أنا أقلدها أو اللهجات اللي أنا أتكلم فيها ما أنزل من قدر حد منهم. جميل. هل هناك مبادئ عمار وأسس على الكوميدي أن يعتمدها عندما يطل أو يطلع يظهر قدام الناس بشكل عام وخاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، مسؤوليتك يعني تجاه الأشخاص اللي أنت تظهر أمامهم في سوشيال ميديا أو حتى في الإعلام المرئي بشكل خاص أي إن كان؟ أنت لازم أول شيء تعرف المجتمع شو يبغي، اللي أنت فيه شو يحب، كيف الضحكة على ككوميديان أنا أتكلم، كيف ترضي أنه يتقبلك أول ما أو في البداية طبعا شوي بتواجه صعوبة لأن ما خلاص الناس تعرفك، عارفة أنت شو شخصيتك، شو اللي تقدمه، خلاص تفهمك، أي شيء يطلع منك الناس تتقبله لأن عارفين يقولوا هذا هو شيء جوه، يعني هو كوميديان مثلا. يعني في ناس ما بعارفيني في البداية كانوا يقولوا شو قدم هذا، شو يقول، لكن يوم يرجعون للحساب يشوفون الفيديوهات القديمة يفهمون شو اللي أقدمه. فأنت لازم تعرف أن تحدد الفئة المستهدفة عندك صحيح. العمرية ولا النوع ولا الجنسية أو غيره، أول شيء لازم تحدد هذا بالدرجة الأولى، بعدين تقول هذه كيف شو اللي يرضيهم، شو اللي يضحكهم الفئة هاي. وثالث شيء عفوا هي لازم تأخذ بعين الاعتبار أن يعني أن في أطفال ممكن يشوفوا أكيد طبعاً مليون بالمحتوى، يعني تقصد المحتوى يكون حريص على بالضبط في جو عائلي أو أسرة. حتى لو أنت كنت مستهدف مثلاً خلنا نقول من 25 سنة لين 35 سنة في السوشيال ميديا ترى ممكن يطلع وحد عمره 12 سنة يشوفه 77 ونازل خلنا نقول بالضبط. عمارة تكتب سيناريوهات، تكتب مثلاً كلمات الأغنية هذه، تكتب سيناريو وتتدرب ولا بس أفتح الكاميرا وصور؟ أحياناً أرتجل أحياناً لا. ترتجل وتعيد يعني ارتجل هي، واذا عجبني الارتجال اعيده عشان اتقنه صح. كانت عندك شخصيات معينه تستخدمها اتوقع في السناب شات صحيح؟ يعني كل شخصيه مختلفه عن الاخر وتتسولفون وتسوون مسلسل اتوقع صحيح؟ قصص جميل. بودلال عندي شخصيه ابراهيم الخليل، عندي شخصيه منو بعد؟ واحد اللبناني نسيت شو سميته، والله ما اتذكر كل واحد سميته شيء لبناني ومصري وكل مكان. انطوان 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 لا الاخير انطوان قبل ما في بعد كاركتر بعد في حدا كان في كاركتر. لم تعتمد على كاركتراتك في الوطن العربي؟ ايه ما تبى حد اجنبي ليش لا لا بلا ليش لا ليش لا هذه فكره هذه فكره اضاف لك اياها ان شاء الله ولا موجوده اصلا ورديه مستقبلا لا لا ان شاء الله ليش نحن طمعانين في شيء هنا في برنامجنا مطن انك تغني لنا اغنيه حلوه فتفضل طال عمرك هالمكان هذا الجميل مجهزين لك كل شيء ان شاء الله والجيتار ويعني السيت اب كامل بس عاد انا صار لي فتره ما غنيت ولا عزفت جيتار فايدي ثقيله شوي شو الفكره يعني من هذا الكلام الفكره ان اعتبروا يعني لا تعاتبوني وايد على صوتي لا تلوموني ان صوتي ولا عزفي بالعكس بغني لك اغنيه أول أغنية عزفتها على الجيتار من تبتدي قولها يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي في أرض الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي في أرض الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله وشلون أنام الليل وانت على بالي حتى السمك بالماء يبكي على حالي وشلون انام الليل وانت على بالي
حتى السمك بالماي يبكي على حالي. يا طير يا طاير دربك عظام الله، يا طير يا طاير دربك عظام الله. الله عليك. جميل عمار، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل بسيط ونرجع لكم مرة ثانية. مرحبا مشاهدينا، رجعنا لكم مرة ثانية لاستكمال باقي حلقتنا من برنامج مساكم وطن. عمار، عندي هني مجموعة يعني بطاقات زين تحتوي على مجموعة من الأسئلة. نطلب منك طبعا اختيار كم 10 أرقام. 10 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
نختار اليوم؟ إن شاء الله اليوم نحن من ضمن العشرة؟ بأنا أعطيك السنة وايد. أوكي يلا اختار لي رقم من الواحد للعشرين. اثنين. اثنين. ليش اثنين؟ أحب رقم اثنين وأحب رقم ثلاثة، أكثر رقمين أحبهم. زين عندك تليفونك ها؟ زين افتح الانستغرام واختار أحب مقطع فيديو على قلبك وقولنا ليش؟ من حسابك أكيد إن شاء الله. حاضر. هي ما بتدخل حسابي. وخبرنا شو السبب يعني في حبك ليش يعني أحب هذا الاختيار بالضبط للفيديو؟ هل حقق لك نجاح؟ نسبة مشاهدات عالية؟ شو بحبك للفيديو؟ برأيك شيء أنا يمثلني واي فعلا يعني حرفيا يمثلني. حلو جميل 100%. جميل. شو هو؟ هذا. الله العظيم إنه ما يجلس البيت، ما يجلس البيت يوم واحد ما قر، كل يوم يصير مكان، كل يوم يطلع، كل يوم شاف الدنيا كلها، لف الدنيا كلها، وفجأة يكتب لك ملل. أنت شو خليت حق الملل؟ والله ما خلى مكان ما سارة. سارة ولا مريوم؟ أوكي. ليش اخترت الفيديو؟ ليش اخترت الفيديو؟ لأن أنا ما يعني الضايج يوم أشوف حد، هو فعلاً هذا واقع اللي تكلمت عنه، فعلاً أنا أشوف ناس مثلاً وياي في السناب شات ولا الانستغرام كل مكان يسيرون، كل مكان يسيرون يكتبوا لك ملل. يا أخي حرام عليكم، أنا بيتوتي، أنا ما أطلع بطبيعتي يعني، وما عمري كتبت ملل. ما عاد في شيء يرضيهم أصلاً يعني. أنت تشوف الدنيا كلها وتسير وترد، وبعد مو بعيب إنك ما تقول الحمد لله، ما تشكر ربك، حرام عليك. أي والله. قدر يا أخي اللي عندك. وايد منهم. والله. رسالة جميلة عمار. بالضبط. اختار رقم. زوجي ولا فردي؟ خلنا ثلاثة الحين. ثلاثة. أوكي. اثنين وثلاثة على طول. نبغيك تقلد لنا شخصية. وأنا ومحمد نبغي نفكر ونشوف منو هذه الشخصية إذا بنعرف نيبها ولا لا. أقلد حد؟ إيه. نبغيك تقلد لنا شخصية أنت تعرف تقلدها وبنشوف. شوف أنا ما قلد 100% بس الحين بحاول يعني. يلا حاول. أوكي. نشوف إذا بنيبك أنا ومحمد ولا ما بنيبك. الحين أحب بسوي لك الشخصية، طلع لك الموسيقى عشان تعيشها. تعيش الشخصية بالضبط. يعني معقولة ما حسيت؟ ما تدري عني؟ نسيت من أنا؟ نسيت اللي مبين؟ إيدك، إيدك اللي قاعد تاكل فيها الحين هي نفسها إيدك اللي عصرت قلبي، هي نفسها. حرام عليك. ما عرفتي؟ منو منو لمح ان اعطيتي تنبيه؟ انا يا في بالي طبعا الاعلام المتالق علي نجم في البدايه. علي نجم طبعا وجهنا تحيه هنيه. يستاهل. يستاهل. زين رقم غيره يا عمار. 12. انت الارقام اللي قاعد تختارها يعني في بينك وبينها علاقه معينه ولا بس كذي قاعد تختار؟ في ارقام انا احبها الارقام. جميل. عمار لو خيرت بين الغناء او السوشيال ميديا او الراديو، اي وحده تختار فيهم؟ وحده بس وخلاص لازم. وليش؟ خبرنا. وحده بس وخلاص. سوشيال ميديا. سوشيال ميديا. نعم. السبب قلت لي الغناء والسوشيال ميديا والراديو. والراديو. السوشيال ميديا. السبب ان السوشيال ميديا هي اللي وصلتني للراديو. جميل. من خلالها عرفوني الناس. جميل.
والسوشيال ميديا وصلتني لأي مكان ثاني حلو. ممكن أوصله بعدين. حلو 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 جميل, جميل. يعني السوشيال ميديا يعني. لها فضل من بعد الله سبحانه وتعالى أكيد. على أكيد. على عمار كثير, وبس يعتمد على كيف أنت تستخدمه أكيد عشان طبعًا. تعرف الناس باللي عندك من مواهب قدرات وغيره طبعًا. طبعا وبالمحتوى اللي أنت تقدمه في النهاية. عمار شو رأيك نختار لك الحين؟ يلا شو رأيك إيش تختار؟ يلا يلا رقم واحد. رقم واحد أنا. طبعا أيوة فادي تعال. خليك جاهز رقم واحد. زين قدامك مايكروفون, قدم لنا أي مقطع للمستمعين وكأنك في الإذاعة. صدق؟ إيه. تعال روح مكسر في يدك وتوكل على الله. أنا بعيش يا صدق. أنا صدق جايلس في الاستديو. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام, حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم نبغى نسولف وندردش ونسمع أحلى الأغاني. من الحين لين الساعة 12 نسولف ونتواصل على الخير والمحبة بالإسمس. جميل جميل بالاسمس. هاي طريقتك يعني قديمه, مو بنفس بعض الاشخاص المختلفين اللي يضخمون صوتهم مثلا ويقررون اكثر من ممكن اسويها, بس على حسب المحتوى والبرنامج لا والمكان وين انه يناسب في الجمله مثلا اقولها بالطريقه الفلانيه. هاي يعني ممكن في نفس الحلقه بس لازم تلون في صوتك عشان المستمع ما يمل. اهلا وسهلا مستمعينا الكرام, اذا كنتم مثلا اقول اليوم كنت أتكلم قبل فترة عن موضوع الخفافيش. زين. قلت الخفاش مخلوق غامض جدا, بما أنه غامض لازم أكلمكم بهذه النبرة. جميل عشان تلامس المستمعين أكثر. زين رقم آخر. رقم آخر تختار لي الجولة؟ لا لا عندك الموضوع خلاص. ثمانية. ثمانية. ثمانية رقم مميز. أوه. انا بجيب لك الجيتار بعد شو؟ لازم تسمعني مره ثانيه مطلوب. نعم غير الرقم. شوف مطلوب هذا طبعا غير مشاهدين يشوفون الحلقه بيطلبون اكثر. حلو جميل هو انه يعني صراحه اختار رقم ثمانية لانه يعني ما اغنانا وما كفانا صوته يعني هناك صراحه نحن ناس نطمع يعني من ذوقك. حاضر مره تذكرت شيء انت سويته مره في دبي بطاري الاغنيه, انت مره غنيت اسباني في حفلة كبيرة كانت. زين شو رأيك سمعنا اسباني؟ أنا بخبركم عن حلقتنا على التسامح وعن أشياء كثيرة. أنا بخبركم عن أنت شفت الفيديو صح طبعا في الفعالية اللي كانت سواي. أوكي الفعالية هذه كانت لعدة جنسيات موجودين قدامي الجمهور يعني, فقلت أنا بغني اسباني بس أنا ما بعرف شو أقول ولا أدري اللفظ صح ولا لا, إذا في حد اسباني لو سمحتوا لا يعني لا يزعل علي. قلت لا يزعل علي وغنيت لأن أنا حافظ الأغنية بالسمع, فنفس ما أسمعها حفظتها. زين سمعنا اسباني. ابلرتاس مسكوباس Awaremtes lo mejor, a mujeres no me faltan el dinero y el amor. Son todo mi caballo, las estrellas y el amor, las estrellas y la luna, las me dicen donde voy. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. الله يا سلام. الله 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 الله. جميل أحسن. جميل أحسن. شكرا. زين نحن عندنا آخر رقم المفروض تختاره, شو رأيك خلي محمد يختاره؟ أرجع الجيتار أول. زين محمد. عمار أنا أختار لك بحكم أن أنا أعرفك عدل واشتغلنا في مسلسل قبل, أعرفنا رقم 13.
رقم مميز جدا بالنسبه لك. شو رايك نختار رقم 13؟ 13 ليش لا؟ اشتغلت مسلسل؟ ايه نعم اشتغلنا مسلسل اذاعي. ايوه جميل. ما بعد من سنه بالضبط صح عمار؟ صح كنا ياسين نفس الوقت ياسين نسجل في الورد. انزين كانت ايام جميله. هذا اخر سؤال بهذه الفقره. هذا العام هو عام التسامح، من هو الشخص الذي يسامحه عمار من هذا البرنامج والشخص الذي لن تسامحه ابدا؟ ثنيله. شخص اسامحه وشخص ما اسامحه ايه من هذا البرنامج لازم اقول اسامي؟ لازم. لا 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 مو شرط يمكن يكون يعني انا شوف بقول لك نوعيه الشخص يعني مو بشرط يعني مو بشرط اسمه طبعا اكيد يعني بس اكيد يعني اذا هذا الشخص يتابعك اكيد راح توصل رساله يعني انك مسامحنا وشخص. بمناسبه عام التسامح ابغى اسامح نفسي. ليش؟ عشان أعيش متسامح باقي عمري مع نفسي، وأهم شيء أنك تكون متسامح ومتصالح مع نفسك. أكيد وإلا لا بتبدع ولا بيطلع منك شيء زين، ولا بتسامح اللي حولك، ولا بتقدر تسامح اللي حولك. نفقد الشيء لا يعطي. بالضبط. زين ومنو اللي ما بتسامحه؟ أنا بعد لأنك وايد مصختها معي في السنين اللي مرت وايد غلط عشان كذي أنا ما سامح نفسي. إجابة جدا جميلة. إذا مشاهدين الكرام فاصل بسيط وبعدها نرجع لكم مرة ثانية. عمار وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وطبعا وجودك شرفنا. عمار ارحمه الناقد الممثل الرابر المغني ما شاء الله وايد مواهب ما شبعت منكم والله. الله يطول عمرك. نحن كذلك والله. نبغى منقطع عمرك طبعا منك كلمه اخيره في نهايه لقائنا اليوم. اول شيء شكرا على استضافتكم لي في برنامجكم في قناتكم. يا مرحبا وسهلا. وان شاء الله يعني هذا تقدير بالنسبه لي وعلى راسي وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظنكم من خلال قناتكم. أنا أقول لكم وللناس إن شاء الله إن شاء الله دائما أكون عند حسن ظنكم، أقدم اللي يرضيكم اللي يضحككم. لو ما كان يعني ما يخليك وايد تضحك بس على الأقل خليك تبتسم. بالضبط. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نحن بأمان يعني نشكر لك بتواجدك صراحة، أثريت الحلقة واستأنسنا كثير بوجودك بأمان. أنا سعد والله. شكرا عمار، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة التي تميزت بحضور ومشاركة معالي أحمد بن محمد جروان الشامسي والممثل الكوميديان عمار آل رحمة. نتمنى أنها قدمت لكم المتعة والفائدة بما حوت من معلومات ونقاش. ستبقى دولة الإمارات وضمن قيمها الاجتماعية والأخلاقية النبيلة النموذج الذي يجسد ثقافة التسامح ومعاني الخير والفضيلة والتعايش السلمي واحترام الآخر من خلال المنابر كافة. شكرا لحسن متابعتكم وتواصلكم معنا أعزائنا المشاهدين. من قناة بينونة نحييكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله. مساكم وطن. تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحة التسامح والسلام، وتبقى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هي النبراس الذي نستمد منه الضياء للعمل في دهاليز الحياة وفي كل القضايا التي تمر بنا كنبراس نستمد منه القوة لما يخدم المجتمع ويخدمنا كمواطنين وكسكان على الكرة الأرضية. وتبقى المسؤولية أيضا علينا كمواطنين إماراتيين وعلينا كشباب وعليكم كشباب وإذا من سيدات ومن رجال على أن نعمل لأن ننشر هذه الثقافة ونحمل هذه الأمانة التي أوكلتنا دولة الإمارات وقيادتها بأن نحملها للمحافل الدولية وأن نرسل الصورة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات الآن لها دور إيجابي ولها دور متميز على الساحة الدولية، فنحن ندعو الجميع على أن نسخر كل إمكانياتنا وكل ما بوسعنا لخدمة التسامح والسلام ولخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا ومساكم وطن.